السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. اليوم بغيت نشارك معكم جديد شباكية 2020 كتجي غزالة وكتدوب في الفم. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للقناة ليصلكم كل جديد. فغنحتاجو معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة، معلقة كبيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال الخرقوم، وثلاثة المعالق كبار ديال الشلجلان مطحون. غنحتاجو نص كاس ديال الزيت، جوج معالق ديال الخل، وكاس ديال ماء الزهر، وشوية ديال الروح ديال اللوز إلى عندكم، إلى ما عندكمش بلا ما تديروه. وعندنا تقريبا 4 5 الكؤوس ديال الدقيق، كنعبر بداك الكاس، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة. صافي، كنسو النواشف و لاسميتو نخلطوهم، نديرهم على الدقيق، نخلطهم مزيان. نسبقو بالنواشف حتى نكملوهم كاملين، نضيفو ملعقة ديال الملحة و الشجلان و النافع و حبة حلاوة و القرفة و ملعقة صغيرة ديال الخميرة كما كنشوفو. صغير معلقة صغيرة، هاهي كنخلطهم مزيان حتى كيتجانس ليا الخليط كامل. عاد نخوي داك الزيت ونرملو الخليط مزيان حتى دخل لينا الزيت مع داك الخليط ديالنا. ندير داك الروح ديال اللوز اللي قلت لكم، الا بغيتو الا ما بغيتوش بلا ما ديرو، انا غير اختياري بغيت ندير شويه الروح ديال اللوز. نوقع على هاد المنوال حتى نكمل، حتى يدخل ليا داك الزيت مع الخليط كامل. عاد نجمعوه بالكاس ديال الزهر، ماء الزهر. الى عندكم ماء الزهر مركز غديروا نص كاس ونص ديال الماء، ونص الكاس ديال الماء. خلي هذاك الخليط، غندير جوج معالق ديال الخل اللي قلت لكم، عاد نخوي داك ماء الزهر مع بها. كنخوي شويه بشويه حتى تجمع ليا داك الخليط.
زدت باقي شوية ديال ماء الزهر، يعني كتحتاجو تقريبا كاس عمر ديال ماء الزهر، وشوية تقريبا نقولو 3 معالق كبار ديال ماء الزهر، حيت على حسب الدقيق، إذا كان عندكم دقيق كيشرب بزاف سميتو راه غتحتاجو كتر. المهم غنوري لكم الطريقة اللي خصها تكون العجينة، هي خصها تكون ما تقيلة ما خفيفة. ميه صافي، كنهزها كنقطعها على شكل كرات باش تكون خفيفة، الى كنصوبها وسهلة. ندير منها كويرات ونغطيها ب سفنجي، البلاستيك الغذائي اللي عندكم، صافي نخليوها ترتاح غير شوية. بين ما وجدت الحشوة ديالي غنحتاج التمر، معجون ديال التمر، هنا عندي كيلو ولكن غنستعمل غير 500 غرام، يعني نص كيلو كما شفتو، خديت غير نص. غندير 2 معالق كبار ديال الزنجلان، ما مطحون ما والو، نقي ومحمر، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال الزبده، 2 معالق ديال ماء الزهر باش نوجدو الحشوه ديالنا، نعجنها مزيان، تخليها كلشي المكونات اللي ضفت. ملي ساليت كندير منهم حريبلات كما شفتو، نقطعهم باش كل واحد يشد القياس ديالو، صافي ملي ساليت هما سالا. كنجلس العجينة ديالي كندلكها، اللي عندو ديك الماكينة ديال لي بات نقولو ليها ديال سباكيتي، كتكون ساهلة، ولكن انا ما عنديش، درت انا غير الدلاك. دابا على هداك الشكل، كندير داك الحشوة ديالي، وكنهز الكاس كندير فيه شوية الماء باش نسد بيها الحشوة باش ما تحلش ليا الا غنقليها. صافي ديال سباكيو، كنهز هاد
وقت كنقولوا له سمي وكان نديرو هاد الشكل، ديروا الشكل اللي عجبكم ديروا فيها بحال هاد الديكور يجي زوين. وكان هسعود تاني واحدة اخرى نوريكم الطريقة. نساو الشق الماء الشق متحلش لنا العجينة نقليوها كما شفتو في الصورة في الفيديو. إذا عندكم الماكينة كتجي سهلة دغيا كتصوب هي ندير ليها هذا الشكل. والعجين حتى ساليت دوك ديال الحشوة بقى ليا هاد العجين، وبغيت نوريكم كيفاش أنا كندير الشباكية ديالي. كاملة ما بغيتش داك الحشوة داك العجين يخسر هكاك، وبغيت ندير فيهم الشباكيات صغار. كنهز اللي قطعتهم كاملين كنهز خمسة، خمسة ديال الشرط ديال العجين كيكون خمسة. كندير لهم هاد الشكل كنطلعو بحال نصبتيها عادي، نقطع ليها داك العجين لي شاط هو تاني هنز خمسة. ديروا أربعة ولكن خمسة كتجي زوينة بخمسة شرائط. كنحلهم باء حيت هنا راه ما استعملتش الدقيق، ما استعملت والو، حيت اصلا العجين درت فيها نص كاس ديال الزيت يعني ما هتلصقش لكم ما والو، لا ما تربونو الدنيا بالدقيق وسميتو. صافي كنبقى على هذا الشكل حتى نسالي داك العجينه اللي بقات لي يوم اللي ساليت داك الحشوه ديال الشباكيه اللي قلت لكم عمرتها بداك الحشوه ديال التمر. صافي ها هي اللي ساليتهم، غير شويه العجينه اللي بقات ليا من اللي ساليتها، و هادو اللي عمرتها بالتمر ساليتهم حتى هما، هما كيجيو زوينين. وكنخليوهم تقريبا ساعه باش يشد لينا داك الرسم اللي درنا عليهم. الشمه باش ما الا غتقليوها ما تحيدش لكم سميتو، داكشي علاش خليتها تقريبا ساعه حتى قضبها شدت فرصها. صافي كنهز كسرونه كندير فيها الزيت، وواحد كسرونه اخرى كندير فيها العسل. دابا غنقليهم كيجيو زوينين، اصلا التمر كنعرفوا ان التمر كان
نتناولو في رمضان، يعني هذه فيها جميع المكونات اللي بغينا. والعسل كندير فيه تقريبا نص كاس ديال، لا اش من، كندير تقريبا ربع هاد المعلقة ديال ماء الزهر باش ينسم ليها، كنبقى على هاد المنوال حتى نسالي الشباكية ديالي. كنديرهم في العسل باش يتشربوا مزيان، غير يتشربوا هادوك، غير نعرفوا راسنا باللي هادوك صافي طابو، كنهز هادو وكنحط حبين اخرين في العسل صافي. انا استعملت في التزيين، استعملت الزلجلان، الا بغيتو غتستعملو كاوكاو مهرمش ولا اللوز مهرمش اللي بغيتو اللي عندكم، ولكن انا استعملت الزلجلان. نديرهم غير في الجناب، صافي ملي ساليت هادو كناخدو هادوك اللي قلت لكم لي داك الشياطة ديال العجينة اللي درت فيهم هاد الشباكيات صغارين. نشوف واش طابو مزيان ولا لا، غير يكونو داك اللون ديال اللون الذهبي كنحيدهم. صافي كنخليهم حتى يتقطروا مزيان من داك العسل، صافي كندردرو عليهم ماء داك الجلجلان، وكنقدموهم بالصحة والراحة. كيجيو عشاش يعني هاد العجينة كتجي زوينة بزاف، والشيشة كتذوب في الفم. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو زوينين. وكنتمنى لكم شهية طيبة، وإلى اللقاء إلى فيديو إن شاء الله. واسمحوا لي إذا كنت تعطلت عليكم، غير مرت شوية.